مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: الحكومة الفيدرالية تناقش سبل إجراءات الانتخابات في موعدها، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، رئيس ولاية قلمدوغ يعلن عن نزع الأسلحة من الولاية، وفي أخبار العالم مؤتمر للمانحين يأمل في جمع 2.4 مليار دولار لليمن في ظل انتشار كورونا. أما الآن مشاهدين الكرام فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. ناقشت اللجنة الفرعية لمحور السياسة الشاملة سبل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد في وقتها المحدد. جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس الاثنين افتتح أعمالها دولة رئيس الوزراء السيد حسن علي خيري وبرئاسة نائب رئيس الوزراء السيد مهدي محمد جوليد. وسلط الاجتماع الضوء على ضرورة إجراء مشاورات شاملة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية القائمة في البلاد حول سبل إجراء الانتخابات حسب الجدول الزمني المحدد. وأكد أعضاء اللجنة الفرعية لمحور السياسة الشاملة على أهمية وجود اتفاق سياسي يمهد الطريق للانتقال إلى القضايا الفنية للانتخابات ثم تقديم خطة واضحة وفي الوقت المناسب. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيدة حليمة إسماعيل إبراهيم إن اللجنة استكملت الإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ وإجراء الانتخابات التي ستشهدها البلاد مطلع العام المقبل. وعرضت وزارات الأمن والمالية والداخلية خلال الاجتماع خططهم المتعلقة بالانتخابات. وكان دولة حسن علي خيري قد كشف الخميس الماضي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن إجراء الانتخابات في وقتها المحدد تمثل الأولوية الأولى للحكومة في الوقت الراهن. أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع في الحكومة الفيدرالية عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 2023 حالة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي لوزيرة الصحة مساء أمس الاثنين حول آخر المستجدات كوفيد-19 في البلاد. وقالت معاليها تم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية. وأوضحت وزيرة الصحة أن الحالات الجديدة توزعت على أرض الصومال ب 28 حالة وخمس حالات في محافظة بنادر، بالإضافة إلى 9 حالات في ولاية بودلاند وخمس حالات في ولاية جوبلاند، مشيرة إلى أن 38 حالة تعود للذكور وتسع حالات للإناث. وقد ارتفع عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 361 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 79 حالة. وشددت معالي فوزي أبيكر نور على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من كورونا. قال رئيس ولاية قلمدوغ سيد أحمد عبدي كارية إن إدارته تبذل جهودا حثيثة من أجل جمع الأسلحة من المسلحين في الولاية. وأشار أحمد كارية إلى أنهم يسعون إلى توحيد وتعزيز قدرة إدارة ولاية قلمدوغ، حيث يتم دمج العشائر المسلحة إلى صفوف قوات الشرطة والدراويش لمنع الاشتباكات العشائرية. وأضاف رئيس الولاية أن خطط نزع السلاح من العشائر المسلحة سيستمر حتى يتم تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية. وكان وزير الأمن بولاية قلمدوغ السيد أحمد معلم فقي قد تسلم خلال ساعات الماضية عناصر مسلحة وأسلحة كانت بحوزتهم، حيث من المقرر أن يتسلم عناصر أخرى مسلحة في وقت لاحق.
تستضيف الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية مؤتمرا للمانحين لليمن اليوم الثلاثاء بهدف المساعدة على جمع 2.4 مليار دولار لدعم هذا البلد العربي الذي يعاني سكانه من الحرب وفيروس كورونا. وقال المنظمون في بيان اليوم الثلاثاء: اليمن على حافة الهاوية، وكل المؤشرات تظهر أن كوفيد 19 ينتشر بسرعة في البلاد بما يفوق قدرة منظومة الصحة الدولية. من جهتها قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قبل أيام من موعد المؤتمر: كل ما هو دون 1.6 مليار دولار يعني أن العملية ستواجه انتكاسات كارثية. وأضافت: لن نتمكن من توفير الغذاء الذي يحتاجه الناس للبقاء أو الرعاية الصحية التي يحتاجونها أو الماء أو الصرف الصحي أو التغذية التي تساعد على إنقاذ مليوني طفل يمني مصابين بسوء التغذية من الموت. وتلقت الخطة الإنسانية التي تجري بتنسيق من الأمم المتحدة وعودا بمنح 3.2 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تحصل إلا على 474 مليون دولار منذ بداية عام 2020 حسب ما قال ماك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مضيفا أن معظم الوكالات ستفلس في غضون أسابيع. وردا على سؤال عن مشاركة المملكة العربية السعودية في استضافة الحدث، قال لوك إن الرياض من كبار المانحين، وإن الأمم المتحدة ستواصل انتقاد الأطراف المتحاربة بسبب تصرفات يجب ألا تصدر عنهم. وتعهدت المملكة العربية السعودية بالفعل بدفع 525 مليون دولار. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ستقدم 225 مليون دولار في شكل مساعدات ضارئة لتوفير الغذاء لليمنيين، وحوالي 180 مليون دولار من التمويل المضروب لازمة لمكافحة فيروس كورونا في بلدنا تحطمت فيه منظومة الصحة ويفتقر إلى قدرات الفحص الكافية. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فرح، وفي الهندسة الفنية الزميل محمد عبد الحكيم بنكا. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.